توقعاتك النهارده الماتش مع مصر طبعا اكيد انا بتمنى ان مصر تفوز طبعا وتعمل ماتش كويس واحنا فرقه كويسه وعندنا منتخب كويس ممكن نكسب ان شاء الله. اتوقع النتيجه كام كام؟ اتوقع النتيجه ان شاء الله 2-1. مين ممكن يسجل اهداف؟ مين ممكن يسجل؟ قفشه لو نزل هيسجل جول و قفشه و قول معايا اللاعب محمد شريف. شايف فرص مصر ايه يعني؟ شايف فرص لا فرص مصر حلوه ان شاء الله، احنا معانا مدرب كويس برضو وراجل فاهم وبيفاجئنا بحاجات كتير قوي بيعملها، مش معتمد على يعني مثلا ناس معينه من فرقه معينه، لا اي حد ممكن يشارك في المنتخب طالما بيأدي كويس. الراجل ده لو مسك حتى لو استمر معانا بعد البطوله دي هنبقى حاجه تانية خالص، حتى لو ما خدناهاش بس هو بيأسس منتخب. توقعات ان شاء الله الماتش، ان شاء الله المنتخب يفوز بس كوش ينزل بفرقه كويسه ويتقن في التشكيل بتاع الفرقه وما يجاملش على حساب اللعيبه الكويسه. شايف فرص مصر ايه؟ ان شاء الله 50-50. مين ممكن يسجل اهداف النهارده؟ بقول لك محمد شريف. ممكن يسجل كام؟ الماتش يخلص كام؟ 1-0 بالعافيه للمنتخب. ان شاء الله النهارده يكون تقسيم حلو، فريق ينزل صح، واكيد لازم قفشه لان احنا خط النص عندنا ناقصه شويه حركه يعني، فلو قفشه نزل ممكن يعمل حركه. التوقعات ان شاء الله ممكن يكون 2-1. 2-1 اه. شايف فرص مصر في البطوله ايه ان شاء الله؟ ممكن تاخدها ولا؟ والله شوف اقول لك على حاجه، كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى، بس انا اتمنى طبعا ان مصر تاخد البطوله، اتمناها طبعا. ايه رايك في اداء المنتخب؟ اداء المنتخب حلو مش وحش يعني، كويس لغايه دلوقتي ماشي كويس الحمد لله، فربنا يسهل يعني ان شاء الله ويكمل الموضوع على خير. ايوه ان شاء الله مصر ممكن تاخد البطوله وان شاء الله نكسب النهارده تونس ونوصل للنهائي ونكسب. ممكن نكسب كام؟ ان شاء الله نكسب 3-1. مين ممكن يسجل اهداف؟ محمد شريف وقفشه والونش ان شاء الله. وايه رايك في اداء المنتخب؟ هو اداء المنتخب حلو ان شاء الله، ان شاء الله نقدر نكسب النهارده. النهارده نتوقع ان الماتش هيبقى حلو النهارده وهنكسب النهارده ان شاء الله 2-1، واداء منتخب مصر بصراحه رائع، احلى حاجه النهارده يعني سبحان الله. ايه؟ يعني احسن حاجه يعني. شايف ان احنا ممكن ناخد البطوله؟ اه. ليه؟ عشان اداء المنتخب حاجه تانية خالص مع المدرب الجديد. خطتك لمباراه مصر النهارده وتونس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نتمنى الاول يعني ربنا يوفق المنتخب ونتوقع يعني نتمنى الفوز، بس نتوقع يكون 2-1 النتيجه ان شاء الله. ايه رايك في اداء المنتخب من اول البطوله؟ يعني هو تصاعدي يعني بدا يعني مستوى متوسط، بعد كده ربنا يوفقه يعني، نتمنى يكون احسن من كده، احنا عايزين في الاول اخر اداء يعني يكون اداء كويس مشرف للكره المصريه مشرف للكره العربيه مشرف للمنتخب ومشرف لينا يعني. شايف ان مصر لها فرصه انها تاخد البطوله السنه دي؟ ان شاء الله فرصه قويه جدا، بس ربنا يوفق مستر كروش في اختيار التيم الكويس وحط كل واحد في مكانه يعني، نتمنى محمد شريف يلعب مهاجم صريح في مكانه فعلا يعني. تتوقع مين يسجل اهداف النهارده؟ اتوقع محمد شريف، احمد رفعت، مجدي قفشه لو لعب تحت المهاجمين يعني صانع العاب وبيجيب اهداف كويس يعني، ربنا يوفق ان شاء الله. ايه توقعاتك لمباراه مصر وتونس النهارده؟ هيخلص 2-1 باذن الله لينا. هيخلص 2-1، اللي هيسجل الاهداف شريف ورفعت باذن الله. ايه رايك في اداء المنتخب؟ والله مش بطال، بس هم لو يهاجموا شويه ويركزوا على الهجوم احسن من الدفاع، احسن من الواجب الدفاعي، لان هم عندهم الافضل يحققوه قدام. شايف فرص منتخب انه ياخد البطوله السنه دي؟ باذن الله طبعا البطوله لينا.